السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعين المشاهدين ديال قناه اليوتيوب. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه للجميع مشاهدين ومشاهدات القناه في عدد جديد وحلقه جديده من اناليز تيرسي كوارتي كانتي بلوس. حلقه اللي كيف ما اجرات العاده غادي نديروا التحليل ونشوفوا لي شونس ديال لي بارتون ديال كانتي ديال غدا. فكنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله وديريكسيون لي بودروم ديال شونتي. اذا نهار الخميس ديريكسيون غادي تكون لي بودغوم ديال الشونتي مع تيرسي كوارتي كانتي بلوس ديالنا، اللي كيف ما كتشوفوا غادي يكون في رينيو اون لا بروميير كورس ديال البروغرام. ديبار غادي يكون مع الوحدة وخمسة وخمسين دقيقة التوقيت الفرنسي، 12:55 توقيت المملكة المغربية. دونك كانتي اللي غادي يكون في لا ديسيبلين ديال الكالو يعني في الجري، وغادي يكون عبارة على اونديكاب ريفيرونس زائد 19.5، وغادي يكون في الرملة في البيس اونسابل فيبغي وفي المسافة ديال 1900 متر. غادي يكونوا معنا 16 ديال لي باغدون مخلطين فيميل مال اي هونغر، والسن ديالهم غادي يكون هو 4 سنين وما فوق. هذا هو الديكور وهذا هو الديبغيف وهذه المرات الاولى بالنسبة لكانت. الى عم نشوفوا لي شونس ديال هاد لي 16 باغدون اللي معنا في الديبغ. اذا نبداو التحليل ديالنا مع الرقم واحد اللي غادي يكون هو بوهينيان غاب سودي، هاد الهونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي بدا لا كاريير ديالو في الانجليز، شفناه جا لفرنسا بين على مؤهلات محترمه، وشفنا حتى البدايه ديالو في لي زون دي كاب كانت مزيانه بعد ما ربح لنا الكانتي اللي كان في 3-2 لوجيك تبيناليزا، وطلعت لافالور ديالو 42.5. واش ممكن يدير هاد لافالور هادي؟ حاجه اللي متاكدين منها هو انه عاود اللي كيبغي الرمله وكيبغي البيست اون سابل فيبغي، كوميم غادي يعطي بروميير شونس على الاقل بوغ لي بلاس. رقم جوج امي سوليداد، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هاد الهونغر اللي شفنا العام اللي فات دار واحد الفيستيفال في لي زون دي كاب، 4 ديال لي زون دي كاب ربحهم لينا، وداز من 29 فالور حتى 41.5. فكيبان ما عندوش شي مارج كبيره وما عندوش ما يضيف يعني في لي زون دي كاب بهاد لافالور هادي. عنده لاكورد 15 مي ساشا سميرزيك لونترونغ الالماني كنعرفو لا كاليتي ديالو، الا سالف لاريفي ما غاديش تكون ان سوربريز بالنسبه ليا، مي احتفظت به بدوزيام شونس. رقم 3 بوزيو، هاد المال ديال 7 سنين، مال اللي تاهويا الجوج ديال اللي كانت الاخرين ديالو لا صوت لا صوره، ولكن في كل مره كيمشي ملعوب. كنعرفو ان لي زاتونتيست والخيل اللي كيتسناو في الباركور فخاصهم يعني كلشي يدوز مزيان الا بغاو يوصلوا في لاريفي. فبوزيو في كل مره كيلقى يعني شي حاجه اللي ما كتخليش يدير لا لين دغوات ديالو مزيان، مي عاود لي عنده لا كاليتي بوغ ان كاتخيام سانكيام بلاس، الا داز كلشي مزيان بخوميير شونس. رقم 4 لوغ، كان هاد المال ديال 4 سنين، مال اللي كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 10 حتى لشهر 4، ما عرفناش لا فورم ديالو فين واصله. البدايه ديالو في لي كانتي ب 40 فالور لانها نقصات، جبق لي جرى واحد الاونديكاب من قبل ما شفناش حاجه كبيره، نقصات دابا شويه، مي كنعرفو انه عاود لي ريغولي، كنعرفو جويل بونار يعني حتى هو يا سيريو هاد لونترينور هذا في لي زون دي كاب، مي غادي نعطيه دوزيام شونس لوغ كانو نبغي نشوفو مره اخرى بهاد لافالور هادي ونشوفو البدايه ديالو في لي كانتي. رقم 5 بيفان، هونغر ديال 5 سنين، هاد هونغر اللي حتى هو غادي يدير لا غونتخي ديالو من شهر 11 ما جراش، بعد ما دار لينا واحد 2023 في المستوى الكبير جوج ديال اللي كانتي في الكازون، ربحهم لينا العام اللي فات. هاد العوده ده عنده 100% دغيا وسيد في هاد الباركور ديال الرمله ديال 1900 ديال الشونتي ان في ان كورس ان فيكتوار، دونك ما غاديش يتفاجئ بالباركور ديال غدا، مي كتبقى ان غونتخي غادي نعطيه دوزيام شونس. واش بيزين هاد لاكورس هادي ولا كان بريباريو دي كورس في الكازون مستقبلا؟ غنعطيه دوزيام شونس بيفان رقم 5. رقم 6 بافاريا ايرون، هاد المال ديال 5 سنين، المال اللي شفناه في الالمان هاد العوده بزاف، عاود اللي غادي يبدا غدا في لي زون دي كاب الفرنسيه، كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 8 حتى شهر 2، لا غونتخي ديالو كانت مزيانه في دورتموند بعد ما ربح وبين على انه اون فورم. فالسؤال الكبير غادي يكون هو 39.5 لي زونديكابور يعني كيستيميو هاد العوده دا مادام عطاو 39.5، فنبغي نشوفو فهاد لافالور هادي ونشوف البداية ديالو في لي زونديكاب الفرنسيه اونطونتي دوزيام شونس رقم 6 بافاري ايرون. رقم 7 ان بليفر، هاد الهونغر ديال 4 سنين غادي يكون اول باغدون ديال فابغي شابي، اللي عنده 3 ديال لي باغدون غدا في الكانتي، عاود اللي تا هو دار ان كورس مزيانه في هاد الباركور هذا في 24.1 وخد لا تخوازيام بلاس، عاود اللي كيبان على انه ريغولي كترجع الكورس ديالو 39 فالور حتى هي كتبقى شويه صعيبه بالنسبه لهاد العوده هذا، مي غادي نعطيه ان بروميير شونس، كنظن انه ممكن يكون احسن شونس لفابريس شابي غدا هاد الرقم 7 ان بيليفر بروميير شونس. رقم 8 انيك سترو، هاد لا فاميل ديال 4 سنين غادي تكون لا فاميل الوحيده اللي معانا غدا في الديبار، فاميل اللي تاهي
جوج ديال لي فيكتوار عندها في هذا الباركور هذا. غدا غادي تكتشف هاد لا كاتيكو ديال اللي كانت غادي تجري كونتر خيل كبر منها لان عندها 4 سنين وكونتر لي مال، واش هادشي كامل غادي ياثر عليها ولا لا. فغادي نعطيها دوزيام شونس، نبغي نشوفها كيف ما قلت لكم فلي كانتي ومع خيل كبر منها ومع لي مال. فدوزيام شونس هذا الرقم 8 ان كيسترو. رقم 9 سانتيتيان، هاد المال ديال 4 سنين، المال اللي شفنا يعني تقريبا العام اللي فات كان قريب يربح الكانتي بلوس ديالو مي ما ربحوش. شفنا حتى لا غونتخي ديالو كانت مزيانه في البوطوم ديال كان سيغمير في 17 جوج، وكان يعني خد ان دوزيام بلاصه داك النهار. فكيبان على انه عاود اللي عنده كانتي في رجليه، مي كتلقى ان غونتخي كنعرفوا ان ممكن العاود يدير ان غونتخي مزيانه، مي لا دوزيام كتكون شويه ناقصه. فغادي نعطيه كومين بروميير شونس بوغ لي بلاص الرقم 9 سان تيتيان، لان كيف ما قلت لكم على ما كيبان لي انه عاود اللي غادي يربح الكانتي بلوس ديالو هاد العام هذا بطبيعه الحال. فبروميير شونس لوجيك هذا الرقم 9. رقم 10 نيبالي، هاد هونغر ديال 6 سنين دوزيام بارتون ديال فابريس شابي، عاود اللي ملي كنشوفوا لي كورس الاخرين ديالو كيبانوا انهم دي كورس يعني متوسطين، يعني ما كاينش شي حاجه كبيره في هاد الباركور اللي شفنا جوج ديال المرات لا صوت لا صوره. يوغيس مونديزا بالا غادي يكون هو البارتنر ديالو غدا، فغادي نعطيه دوزيام شونس. كيف ما قلت لكم فضلت الرقم 7 العودي لفابغي شابي على هذا الرقم 10 نيبالي. رقم 11 كوتشينكو، هذا الهونغر ديال 9 سنين واول بارتون ديال ديدي برودوم اللي عنده تا هويا جوج ديال البارتون غدا في الكانتي. دونك هذه العوده ديال اللي تا هويا يعني كيعرف هاد لا كاتيغوري مزيان، 41 كانتي في لا كارير ديالو، منهم 3 ديال لي فيكتوار في هاد لا كاتيغوري ديال لي زونديكاب كانتي. اخر كانتي كنربحو لينا اللي كان يعني في الكان سيغمير في 12 جوج، فلوجيك تبيناليزا. عنده 9 سنين يعني كيبان على انه تاهويا ما عندوش شي مارج كبيره باش يزيدها ولا يضيفها لينا هاد العوده هذا. مي بوغ لي بلاص كتبان لي جواب الرقم 11 كوتشينكو، وخصوصا مع ميغيل بارسلونا، فلوجيك بروميير شونس بوغ لي بلاص. رقم 12 جولي برانس، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي شفنا الفيكتوار ديالو في هاد الكانتي العام اللي فات بعد ما كانت عنده فالور ديال 33، غدا عنده 37. فكيبان لكم انه كاين واحد الفرق ديال لا فالور بالنسبه لهذا الرقم 12، مي كيبان لي كيمشي على نفس يعني نفس لا كارير اللي دار العام اللي فات. فدار غونتخي مزيانه، شفنا ربح لنا في هذا الباركور هذا اللي كان يعني في 24 جوج، يعني كيبان على انه تا هو يا لونطوراج ديالو بريبار لهاد لاكورس هادي مادام انه كيعيط على ماكسيم غيون. فلوجيك بروميير شونس هذا الرقم 12 اللي ممكن 37 ونص فالور هي اللي تاثر عليه، مي ابار هادشي كيبان كلشي مزيان. بروميير شونس لوجيك الرقم 12 جولي برانس. رقم 13 سنترال بارك ويست، هاد هونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي كنعرفوه ملي بدا لا كارير ديالو كان عند جون فيليب ديبوا. هاد العوده هذا عاودة هو ريغولي بعض المرات، يعني ماشي ريغولي 100%، ماشي ديال كل نهار، مره كيدير كورسه زوينه، مره كيزابي، مره كورسه زوينه، مي عاود لي عنده لا كاليتي. عاود لي شفناه في لا كورس ديال 24 جوج لا لين اللي خد فيها لا ثروزيام بلاص. فهاد البوا هذا وفهاد الزون دي بوا فكتبان لي عنده ان شونس بوغ لي بلاص، فلوجيك بروميير شونس الرقم 13 سنترال بارك ويست. واخا كنفضلو في مسافات قل، كنفضلو في 1400 صراحة هذا الرقم 13، مي مادام انه بيان بلاسي غادي نطونتي بروميير شونس. رقم 14 رويال رايت، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي بدا لا كارير ديالو عند اوندغي فابغ، هاد العودة ولد لو شامبيون فرانكل للتذكير. دونك هاد العودة اللي تاهويا دار بداية جد محترمة مع الفابغيس فيغمولن في الكانتي ديال 12 جوج وخد لا ثروزيام بلاس. غدا غادي تكون عنده لاكورد 16، كنعرفو على ان الشونتي ممكن لي كورد ما يكونش عندهم شي دور كبير بارابور يعني لدوفيل في 1900، مي غادي نعطيه دوزيام شونس الرقم 14 رويال رايت الرقم 14 دوزيام شونس. نمشيو للرقم 15 غويمو، هاد الهونغر ديال 7 سنين وثروزيام بارتون ديال فابغي شابي، عاودي تا هو الرجوع ديالو ولا الغوتور ديالو اللي كان في 3-2، ما شفناش شي حاجه كبيره. سالا 9 باركور كيعجبو مزيان، عنده 100% دي ريوسيت في هاد الباركور هذا. كريستوف سوميون في هاد البوا هذا وفي هاد زون دي بوا فتا هو غادي يعطيه الباركور اللي غادي يخصو، مي هادشي كامل ما خلانيش نعطيه بروميير شونس واحتفظ به في الدوزيام شونس. نكملوا مع رقم 16 نو دارجون، هاد الهونغر ديال 9 سنين والدوزيام باغتون ديال لونترينمون ديدي برودوم. هاد العوده اللي شفنا دار لنا الكوبلي غانيو مع كوتشينكو وليكوري ديال ديدي برودوم، الكوبلي غانيو في الكانتي ديال 12 جوج. دونك عاود كيبان ليا
ما تبيناليزاش بارابور مع الكوتشينكو الرقم 11، فبقى في لا فالور ديالو. وفي هذا البوا هذا فالوجيك خاصو يكونفيرم لينا لا فورم ديال كانسيغمير اللي غادي تكون افونتاج كبير بالنسبه لهذا الخيل هذا. غادي نطوطي بروميير شونس الرقم 16 نو دارجون بروميير شونس. اذا اصدقائي المتابعين المشاهدين ديال القناه يوتيوب كان معكم عصام، هذا هو التحدي اللي بالنسبه للكانتي، وغادي تلقاو لي برونوستيك الشخصيه ديالي يعني في هذا الفيديو هذا كيف ما كتشوفوا. وموعدنا يتجدد باذن الله في الكانتي ديال نهار الجمعه في البودوم ديال اونغا. الى ذلك الحين كان معكم عصام، تصبحون على خير، باي باي.